السلام عليكم اخواتي، كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. اليوم غنترك معكم الطريقه ديال تحضير فطائر كيجيو زويونين بالسميده الرقيقه والقمح الصلب. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم فجربوهم، فانا متاكده الا جربتوهم غاديين يعجبوكم، فبقوا معايا على بركه الله. المقادير اللي غنحتاج لتحضير الفطائر: غنحتاج جوج ديال الكيسان ديال العصير ديال البرتقال المندارين، وعندي جوج ديال الكيسان ديال الماء الدافي دائما العبار بالكاس ديال العنبه، واحد شاسي ديال الفاني، وجوج ديال الخمائر ديال الحلويات او البيكن باودر، وعندي ملعقه صغيره ديال الملح وملعقه كبيره ديال الخميره الفوريه او الخميره المعجونه اللي متوفر عندكم، وملعقه كبيره ديال سكر سنيده وبيضه واحده، وعندي جوج ديال الكيسان ديال السميده الرقيقه اللي كنصايبوا بها الحرشه، وعندي جوج ديال الكيسان ديال الطحين الفينو القمح الصلب. صافي، هادو هما المقادير. ودابا بسم الله نبدا على بركه الله. ناخذ شاسي ديال الفاني وجوج ديال الخمائر ديال الحلويات. بصراحه الفطائر ساهلين ماهلين بدون عناء وبدون كثره الدلك. ونضيف الخميره ديال الخبز والسكر سنيده، نخلط النواشف ونضيف بيضه، فانا ضفت واحد القطرات ديال الخل فوق البيضه باش تحيد لينا شويه الزفوره. صافي، كنضيف العصير ديال البرتقال المندارين، جوج ديال الكؤوس، غنوضع جميع العناصر، وجوج ديال الكيسان ديال الماء الدافي. صافي، وناخذ الطراب اليدوي ونخلط، فاكيد ضروري اننا نستعملو مولينكس او الطراب الكهربائي. صافي، نحيد الطراب اليدوي ونطرب بالطراب الكهربائي، نخلط الخليط ديالي مزيان. صافي، بركه، غير واحد جوج ديال الدقيق حتى لثلاثه كنخلطوا الخليط ديالنا مزيان. وهذا هو القوام ديال الخليط، كيف ما كتشوفوا معايا كيجي تقريبا بحال ديال البغرير، او كيجي خاطر واحد شويه على ديال البغرير. صافي، نغطيه ببلاستيك غذائي ونخليه واحد ربع ساعه او اكثر حتى يختمر، المهم يخمر لينا الخليط ونرجع معاكم. ودابا الخليط ديال الفطائر ها هو اختمر، غنوريكم كيفاش كيولي ملي كيخمر. بسم الله على بركه الله، كيف ما كتشوفوا معايا صافي خمر. غنخلطوا صافي ونبدا على بركه الله. ودابا اخواتي على نار مهيله كيف ما كتشوفوا معايا سخنت المقلاه وغنبدا على بركه الله. ناخذ شويه ديال الزبده نبدا ندهن بها المقلاه ديالي باش نطيب فيها الفطائر. صافي، ونبدا على بركه الله. بسم الله، صافي كنوضع غير واحد المغرفه وكنخلي الفطائر يطيبوا على راحتهم. فديك الزبده باش كندهنوا بها كتعطينا واحد التحميره زوينه الفطائر ديالنا. دابا اخواتي الفطيره ديالي تحمرات من التحت، حاولوا انكم تقلبوا في شي طبصيل اولا صينيه بحال هكا صغيره. نحركها واحد شويه وغنقلبها على الجهه اللي هي طايبه كيف ما غتشوفوا معايا. بهذه الطريقه حتى تدهنوا المقلاه ديالكم عاد تردوها في المقلاه باش تكمل الطياب من الجهه الاخرى. بصراحه هذه طريقه عمليه باش
تيجيوكم الفطائر ديالكم زوينين. صافي كناخذها بهذا الشكل ونردها. صافي فالفطائر ديالنا كيجيو رائعين. صافي كتكملوا بنفس الطريقه اللي عطيتكم، ومني تكون الفطيره ديالنا كطيب نبقاو نحركوها بهذه الطريقه وهي في المقلاه. صافي ونخليوها تكمل الطياب ديالها على راحتها على عافيه مهيله. ودابا اخواتي الفطيره غتكون طابت كيف ما كتشوفوا معايا. صافي تحمرات حتى من الجهه الاخرى. صافي غنحيدها، ندهنوا المقله ديالنا بالزبده. صافي ونستمر بنفس الطريقه. صافي نخلي الفطيره ديالي طيب. ودابا الفطيره ديالي بانت ليا بدات كتحمر من الجوانب. صافي غنحيدها. وندهن المقلاه. صافي وردها. الفطائر ديالنا كنخليهم كياخذوا غير هذا اللوين هكا ذهبي، ما نخليوهمش حتى يتحمروا بزاف داك التحمر الخايب. صافي هي طابت حتى من الجهه الاخرى. صافي نخليها تحمر من هذا الجانب واحد شويه. صافي ونحيدها. ودابا هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر اللي شاركت معاكم. بصراحه كيجيو رائعين، كيجيو زويونين. هذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا، كيجيو خفاف وكيتجبدوا ومحمرين. ممكن تناولهم بهذه الطريقه اولا تزينوهم. بصراحه هما ساهلين ماهلين، كيوجدوا دغيا سريعين ومقادير بسيطه واقتصاديه بلا كثره العجن او الدلك. يعني غير كتخلطوا وتخليوهم يخمروا صافي وكطيبوا. وعندي العسل مع كاوكاو مهرمش للتزيين. في التزيين كيبقى لكم اختياري، ممكن تزينوا بالعسل اولا الكونفيتير اولا الكوك اولا كاوكاو اولا اللوز ايفيري. المهم التزيين كيبقى اختياري لكل واحد. هذا هو الشكل النهائي. بصراحه فهما كيستحقوا التجربه، فهما كيجيو اكثر من رائعين. صافي وناخذ العسل ونبدا نوضعه فوق الفطائر. فالكميه اللي عطاتني المقادير اللي شفتوا معايا كيعطيو 6 ديال الوحيدات وهاد الوحيده صغيره. صافي نستمر نوضع العسل. صافي كنوضع كاوكاو مهرمش فوق من الفطائر. الفطائر ديالنا هما هادو، بصراحة كيجيو رائعين. ودابا وصل وقت الحسم، غنقطع معاكم وحيدة كيف ما كتشوفوا معايا. بصراحة كيجيو رائعين وخفاف وكيجيو شاربين العسل. هذا هو الشكل ديالهم. فجربوهم بصحتكم وراحتكم، واي حاجه ما واضحاش في الفيديو واي حاجه ما مشروحاش فخليوها ليا في التعاليق. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر. ودابا كنقول لكم تهلاو في ريوسكم الى فيديو قادم ان شاء الله.